صباح. قومي نامي. يا بنت الناس روح الفرش. طيب خلاص خليك قاعد، انا ما اكلتش حاجه من امبارح، اقعد ناكل سوا. عندك ايه؟ عندي الخير كله، 5 دقايق والاكل يكون جاهز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوتا توتا خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟ حلوة. يلا بينا عبد الرحمن. ما تحكي لنا حكايتك. خلاص احنا نتغدى واحكي لكم حكاية ثانية، اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بينا. كتر خيرك، فعلا الأولاد بقت حالتهم المعنوية أحسن كتير. معلش يا دكتور بقى هنتقل عليكم النهاردة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. طمنتي على الأولاد وعلى حسن؟ أنا ماشية في سكته، يمكن يكون هو سابق، بس أكيد هنتقابل. حكايته دي بجد غريبة جدا. تستغرب يا دكتور لو قلت لك إن أنا كل يوم بحبه أكتر من الأول. والله أنا ما بقيت عارف مين العيان ومين الدكتور. وانا اول مره اتعرض لموقف مؤثر زي ده، باين عليه راجل طيب قوي مش وش بهدله. حط يدك على المسند. بصيلي. بصيلي. هوبا. بصي. بصي.
بسم الله. خير؟ قريب قريب إن شاء الله. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى عليها. وانا كمان اروح عند الباب وتجيلي واحده واحده. ها الله اكبر الله اكبر الله اكبر، واحده واحده، الله اكبر الله اكبر. مش مصدق، شوية يوصف الأشعة، شوية على رجلي، شوية في الأشعة، شوية على رجلي، وقبل ما قال لهم هاتوا البتاع ده ركبوني وهو مش مصدق. الحمد لله. هيوجعك؟ هو شوية يعني. لما تتعود عليه مش هيوجعك. المهم ان هو ركبولي وهو مش مصدق. مبروك يا شيمو. زينهم سيب اللي في يدك وروح هات المأذون. مأذون لمين؟ انت مش كنت عايزه تتجوزيني؟